لله رب العالمين، أحمده سبحانه بجميع المحامد كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع النعم كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، عدد الخلق كلهم، ما علمت منهم وما لم أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى عليه الله من فوق سبع سماواته، وصلت عليه الملائكة، وأمرنا تعالى أن نكثر من الصلاة ومن السلام عليه في كل وقت وحين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما في السماوات والأرض، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما بين السماوات والأرض، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة السماوات والأرض، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفوق السماوات والأرض، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا يعلمها إلا أنت. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين، وعن أختيهما سيدتنا زينب وأم كلثوم، وعن أمهم فاطمة الزهراء، وعن أخواتها بنات رسول الله الطاهرات، وعن أمهم سيدتنا خديجة، وعن سائر أمهات المؤمنين، وعن الصحابة كلهم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرث مزارع أرضه ثم نثر فيها البذور وسقاها وانتظر كي يجني من ورائها الثمر فلم تثمر، فتساءل فيما بينه وبين نفسه: أين الثمرة؟ ولماذا لم تخرج الأرض زرعا؟ وحق لهذا الفلاح أن يتساءل عن أسباب تأخر ثمرة أرضه، لأنه ما من عمل نقوم به ولا علاقة تربطنا بأحد إلا ولا بد أن يكون لها أثر مرجو وثمرة نجنيها. فما لقاء الأحبة إلا وينبغي أن يكون من ورائه ثمرة نافعة مرجوة، ألا وهي الزواج. وما لقاء الأزواج إلا وينبغي أن تكون ثمرته في الغالب الأعم الذرية والإنجاب. وما مذاكرة الطلاب واجتهادهم إلا ولا بد أن تكون ثمرته التوفيق والنجاح. وما عمل الإنسان وكده وسعيه إلا ولا بد أن يجني من ورائه ثمرة تحقيق الذات. ولنا هنا أن نتساءل: هل أثمرت أشجار الإيمان في قلوبنا؟ وهل جنى كل واحد منا ثمرة للإيمان الذي شرفه الله به وأكرمه به أم لا؟ وقد يستغرب البعض متسائلا: وهل للإيمان ثمرات؟ أجل، للإيمان ثمرات كثيرة، عبر عنها نبينا الأكرم
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهنا أكد نبينا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للإيمان ثمرة يذوقها المؤمن بقلبه ويستشعر حلاوتها بجوارحه، تلك الحلاوة التي تجعله يعيش في الدنيا قرير العين، هادئ النفس، به سكينة تغمره، ورضا يملأ قلبه، فلا يبالي بإقبال الدنيا أو إدبارها أو بمصالحة هذا أو بإعراضه عنه. إن ابتلي بفقر أو ضر أو مرض كان صابرا، وإن ابتلي بالغنى والجاه والعز كان شاكرا. يقول ربنا في كتابه المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن للإيمان ثمرات، ومن أهم وأعظم ثمرات الإيمان أن يحيا الواحد فينا حياة هادئة طيبة مملوءة بالسكينة والرضا، بعيدا عن الأغل والأحقاد والضغائن والكراهية التي تستعر جحيما في بعض القلوب، فتحيل حياة أصحابها إلى حرائق وبراكين. قارن القرآن الكريم بين مؤمن تقي يعمل صالحا فيحيا حياة طيبة، وبين آخر شقي أعرض عن دين الله فله معيشة كرب وضيق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد يستغرب البعض ويتساءل: لماذا في حال السكينة والهدوء والطيبة ذكر الله كلمة الحياة؟ فقال عن المؤمنين: فلنحيينه حياة طيبة. وما باله تعالى عندما ذكر إعراض الأشقياء عن ذكر كلمة المعيشة لا كلمة الحياة؟ فله معيشة ضنكا. وشتان شتان بين الحياة والمعيشة: الحياة من الإحياء، فلا يعيش الإنسان الحياة إلا إذا كان حيا، حية جوارحه، حيا قلبه، حيا ضميره، حيا فؤاده، يحيا حياة هادئة مطمئنة. إنما العيش ففيه نوع من السعي على المعاش والتكالب على الدنيا، وفي ذلك من الضنك والإرهاق والتعب ما لا يعلمه أحد. لذلك وصف الله حياة المؤمنين بالحياة، وذكر أهل الضنك والشقاء بذكر المعيشة. ما أحوجنا جميعا أيها الإخوة الأحباب أن ندعو الله أن يرزقنا تلك الحياة الآمنة الهادئة الهانئة المطمئنة. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لا يشعر بخوف ولا بقلق أو اضطراب، ولا يرى نفسه ناقصا عن غيره من أرباب الأموال والعز والجاه والثراء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهو لا يعيش في الدنيا
لإشباع شهواته وإطفاء نيران غرائزه، إنما يعيش إرضاء لربه ليحييه حياة طيبة في الدنيا وحياة الجنة في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لذا رأينا أكابر الأولياء والصالحين قديما وحديثا يطلبون رضا الله، لأن مع الله تحلو الحياة. تقول رابعة رضي الله عنها وأرضاها: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ولا شك أنها رحمها الله ورضي عنها وأرضاها ما وصلت إلى هذا اليقين إلا بعد أن امتلأ قلبها بمحبة الله. لذا رأيناها تترجم عن هذه المحبة وتلك الأشواق التي غمرت قلبها، وتخبر أنها لا تحب الله حبا واحدا، بل تحب الله تعالى حبين: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي هو أهل فأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. إن من أعظم ثمرات الإيمان أن نعيش حياة هادئة مطمئنة، كما ذكر ذلك القرآن الكريم: لا نجزع من البلاء بل نصبر عليه برضا نفس وتحمل وسكينة، ولا نغتر بالدنيا إذا أقبلت علينا فتحيلنا إلى شياطين أوباش، ننهش الأعراض ونستعلي بالغنى على العباد، ونأخذ ما لا يحل لنا من هذا أو ذاك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. مر عبد الواحد ابن زيد البصري رضي الله عنه وأرضاه على رجل في الطريق أعمى مقعد مجزوم فقير تضربه الصبيان بالحجارة. قال عبد الواحد: فسمعته يهمهم، فدنوت منه حتى أسمع ما يقول، فوجدته يناجي ربه قائلا: إلهي، لو قطعت لحمي بالمقاريض ونشرت عظمي بالمناشير لن تجد مني إلا الرضا لأني أحبك. حبيبي ليس يعدله حبيب في علا شانه، يبدل وحشتي أنسا ويغمرني بتحنانه، ويدنيني فلا أبعد ولا أشقى بهجرانه، عشقت الله من قلبي فيا سعدي بإيمانه. مر بعض الصالحين ذات يوم على خيمة مترهلة قديمة بالية، فسمع منها صوت رجل ضعيف يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك علي، إذ أعطيتني ما لم تعط أحدا من خلقك. فتعجب الرجل الصالح وقال: وماذا أعطاه الله وهو يعيش في خيمة بالية متهالكة؟ فاستأذن عليه ودخل فوجده كسيحا طريح الفراش لا شيء يتحرك فيه سوى رأسه، فسلم عليه وسأله: يا هذا، أي شيء أعطاك الله حتى تحمده وتثني عليه بما سمعت منك؟
قال: والله لو أمر الله السماء فنزلت علي كسفا، والبحار فأغرقتني، والجبال فدمرتني، والأرض فابتلعتني، ما وفيت شكر نعمة الله علي إذ رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ثم قال له: يا هذا، إن لي ولدا كان يخدمني ويرعى شؤوني، تخلف عني منذ 3 أيام ولا أعلم عنه شيئا، فإن أردت أن تحسن إلي فاذهب وابحث عنه، وصفة ولدي كذا وكذا. فذهب الرجل الصالح وإذا بالسباع والذئاب تنهش جثمان ولده، فعاد إليه بعدما ذكره ببلاء نبي الله أيوب عليه السلام، وكيف أنه صبر على المرض وفقد الأولاد وضياع الأموال، وأخبره أن ولده قد مات. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي أحدا يعصيه فيدخله النار، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نطق الشهادتين ومات. وخرج الرجل الصالح يبحث عن قوم يشاركونه في الصلاة عليه وفي تشييع جثمانه ودفنه، وقابل جماعة من المسافرين ودخل بهم عليه، فلما رأوه قالوا: هذا أبو قلابة الجرمي صاحب عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. وفي الليل والمساء رأى الرجل الصالح أبا قلابة يتبختر في الجنة ويمشي مشية الملوك، عليه تاج الوقار من نور، يرتدي حلة من حرير، ينظر إليه ويقول: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. فقال له: يا أبا قلابة، ماذا فعل الله بك؟ قال: يا هذا، إن في الجنة درجات لا ينالها العبد إلا بالشكر على عند الرخاء، والصبر على البلاء، والرضا بما قدر الله وكتب وحكم على العباد. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا وأن يملأ قلوبنا بالإيمان وحياتنا بالطيبة وبصالح الأعمال، وأن يمن علينا بثمرات الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ قبره نورا وصدره سرورا، واجعله بها فرحا مسرورا، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد أنفاس الخلائق بقدر علم الله بلا عدد، من قديم الأزل إلى دوام الأبد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيت النبي، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة كلهم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأحباب، ما أحوجنا أن نتساءل بين الحين والآخر: هل أثمر الإيمان في قلوبنا خيرا؟
وهل انتفعنا بما أكرمنا الله تعالى به من دين؟ أم أننا نعيش حياتنا نأكل ونشرب ونستمتع ثم نموت ونخرج من الدنيا كما دخلناها صفر اليدين؟ ويا خيبة وحسرة كل من عاش حياة طويلة ولم يستشعر بتغيير في حياته بسبب إيمانه، ولم يذق طعم الدين، ولم يجني ثمرة الإيمان. ما أحرانا أحبتي في الله أن نبحث عن هذا الأمر جيدا، وأن نسأل الله كثيرا كثيرا أن يمن علينا بتلك الحياة الطيبة التي عاشها الصالحون من الأولياء والعلماء والأكابر من العارفين، فتحولت حياتهم إلى جنة، وأكرمهم ربنا كرامة عظيمة أنستهم آلام الأوجاع ومرارة الأيام. وكم لله تعالى من كرامات لعباده الأبرار يكرمهم بها وينعم عليهم سبحانه الكريم الوهاب. ذكروا أن الإمام الجنيد رضي الله عنه وأرضاه سمع هاتفا ذات يوم في منامه يقول: يا جنيد، يا عبدي، قم أنقذ عبدي، يا عبدي، قم أنقذ عبدي. فقال: وكيف أجده؟ وأين أجده؟ وكيف أعرفه؟ قال: اركب دابتك وحيثما وقفت بك ستجده. فقام من نومه وأخذ بعض الأموال وركب الدابة وانطلقت به إلى أن وقفت على باب بعض المساجد، فنزل وإذا به يرى رجلا فقيرا عند المنبر يدعو الله، فذهب إليه وسلم عليه وأعطاه الأموال، ثم قال له: أنا الجنيد البغدادي، فإن لم يكفك هذا المال فاسأل عني في بغداد يدلك الناس علي. فتركه الرجل وخر ساجدا شاكرا لله، ولما قام من سجدته قال: أعد علي ما قلت. فقال: أنا الجنيد البغدادي، وإن لم يكفك هذا المال فاسأل عني في بغداد يدلك الناس علي. فابتسم وقال له: أمجنون أنت يا جنيد؟ أمجنون أنت يا جنيد؟ أتراني أترك من أقامك بالليل وأتى بك إلي هاهنا وأجري في شوارع بغداد أسأل عنك أنت؟ فلنكن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان ملك الله في خدمته. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى